كنا مساكين ما عندناش، هاد العيالات ما عندهم لا رجال لا والو، عندهم الاولاد ما عندهم ما ياكلوا لا ما يشربوا لا باش يخلصوا الكرق، والغالب الله وحيا الملك. دايروا بزاف حيت ما كانش الجوع، واش الناس خايفين من المرض ما خايفينش من الجوع؟ خايفين من الجوع ما خايفينش من المرض؟ يعني جانا المرض مرحبا به، جا من عند الله، ولا جانا الجوع راه من عند الله، والله ما خايفينش العباد ديالو. حنا راه كنا غادي نعيشوا زوين والحمد لله، اللي جات من عند الله مرحبا بها. باش بنادم حاجه دايره 100 وترجع بها فرانك، وحاجه دايره 300 دايره ب 600، راه حشومه هذا الشيء، راه حشومه هذا الشيء، راه بزاف. الناس اللي عندو الفلوس راه كيمشي، واللي ما عندوش مسكين دير غير فراشه في الزنقه، اشنو غيدير؟ يقتل الناس حتى الحوايج ما بقاوش بغاو يشربوا من عندنا، قال كورونا. ملي وصل المرض حتى واحد ما بقى كيجي، يعني حنا نموتوا بالجوع، حتما عندهم الفلوس يمشيو يشرو، حنا ما عندناش، ولكن غالب الله ما عندنا ما نديرو. راه حرام عليهم يديروا لينا هذا الشيء، راه حرام يديروا لينا هذا الشيء، والغلا والغلا بزاف، وبديت الزحامات على التقاديه، وتقولي الزياده زادوا علينا ما خلاو ليناش، وحنا ما عندناش، وحنا ورا خفنا ورا خايفين، حنا ما خايفينش، حنا خايفين يديروا لينا الدواء ويديروا لينا حنا يشوفوا لينا الحل كيفاش هذا المرض، ورا خايفين على حنا ما خايفينش، حنا ولا ولادنا. وكيجيو هنا كيحتقروا السوق، كاين العدس السكر كيدير 12 درهم دابا ولا كيدير 18 درهم. حمص 400 ريال. باكية السكر كانت كدير 6 درهم ولا كدير 10 درهم، وبالنسبة للناس المساكين راه إنسان اللي ما عندوش أش غيدير؟ إنسان راه بحد ذاته، إنسان بحد ذاته راه كيبيع فراشة وعلى على قد الحال، إذا الناس اللي لاباس عليهم اللي يقدروا يتخداو، أما الناس اللي ما عندوش راه مساكن راه راه تسولهم أي واحد يقول لك راه ما تقديتش، إذا إلا سدوا المحلات راه ماتوا الناس المساكين، أما الناس اللي لاباس عليهم راه عايشين. والمرض راه بحد ذاته راه مرض ديال الله سبحانه وتعالى، الى الاجل وفى الى جا الاجل راه اي واحد يموت. الحمد لله بلادنا فيها بخير وعلى خير، الخير موجود، حتى حاجه ما خاصنا بخير، عاش ملكنا بخير وعلى خير، الدقيق موجود، الزيت موجود، كل شيء موجود، لا هاد المضاربه وهاد الشيء، شنو هو اللي خاصنا؟ خافوا من الله ومن المرض، اما الدقيق والزيت راه موجود. حنا ما فحالناش دايرين فراشه، كنفرشوا كنبيعوا نشريوا كنصوروا اللي كنصوروا كناكلوا صافي. كيف واش عندنا عام البون؟ واش عباد الله تسطاو البيسريات الهريات المارشيات اللي دار الله هي اللي كاينه؟ خافوا من المرض ومن الموت. راه حرام على دوك الناس باش ينوضوا يمشيو يضربوا في مرجان دايرين شريوات وغادي يضربوا. واش حنا وصلنا لواحد المستوى ديال عام البون؟ راه حرام هادشي، راه الخير موجود، الخير موجود، وحنا كنتحدى شي واحد. حنا راه ما عندنا الحمد لله لا مرض، ولادنا بخير، كلشي الامور دابا حتى الدوله خصها تساعد في هذه الحمله التحسيسيه. الناس دابا كتجلس معاك يقول لك انا المدرسه ما بقاتش، الحدود تسدوا، الدقيق والسكر ما غيتزاد فيه لان كاين المضاربه ديال السماسره. واش غيدير هذا المسكين؟ راه حرام هذا المسكين، اش غيدير؟ هاد الناس مساكين اللي خارجين 50 درهم ما يجيوش النهار، وينوض واحد؟ حتى هذوك المديرين ديال المرجان خص السلطه تدير معاهم وعي.